في بشرى سارة للمواطنين في القاهرة والجيزة، وزارة النقل أعلنت قرب افتتاح الأتوبيس الترددي الجديد واللي هيكون على الطريق الدائري. الأتوبيس الترددي هيكون وسيلة حضارية لنقل المواطنين لأول مرة تستخدم في مصر، وهيساهم في تطوير الطريق الدائري ومنع العشوائية اللي بيسببها الميكروباص. الأشغال الخاصة بالمشروع انتهت بنسبة كبيرة، وده مؤشر على قرب انطلاقه. الأتوبيس الترددي هيطلق عليه اسم BRT، وهيربط الدائري بمحور المشير وكمان مع مونوريل العاصمة الإدارية، وده هيخلي الدائري 6 حارات وحارة داخلية للأتوبيس الترددي. عدد محطات الأتوبيس الترددي بتوصل ل49 محطة، وخط سيره هيبدأ من محطة المشير طنطاوي وهيعدي على محطات كايرو فيستيفال وطريق السويس، عدلي منصور، غرب الرشاح، ومستورد والوراء، وكارفور المعادي، والهضبة الوسطى. الأوتوبيس بيتسع ل70 راكب، ده غير انه مكيف وفيه واي فاي وشاشات داخلية ومقاعد للأطفال وذوي الهمم، كمان هو مراقب بالكاميرات. ومع تشغيل الأوتوبيس الترددي هيتم منع توقف الميكروباص على الطريق الدائري ومنع تحميله من الطريق.